اه ومع الوقت مع الوقت والعياق. اهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناه زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الاسبوعي بالاربعاء 93 تقريبا 16، واللي ما عرفهاش كاينه في المملكه المغربيه. الخيرة والروال الجاليه المغربيه والناس مالي المدن الكبرى في المملكه المغربيه. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد، اليوم 6 شهر 9 2023، شحال غتبيعات فيه اليوم؟ شحال؟ كلشي 240. البنان الفرق، البنان درتو ليها الفرق؟ طاح شوي. طاح ودير كلشي الفرق وصافي. والعنب شحال تاكل؟ 240. مسكية ولا بيضة؟ مسكية. تنوريوها لجميع المشاهدين. انت بشحال خدتي عند واسي؟ واسي سيدي هكذا احنا هنا هكذا ندي كل شيء، هذا 160 وهذا 120 وهذا كذا ندي كيفاش نسوي الخضرة، هذيك غدير معاهم ولي يقولوا كلام اللي بغاو هما. وما تلاقوش الصباح قالوا لينا احنا بحال، مالو؟ الصباح قالوا ليهم. ولا رحموا علينا شي. وي. تاخذ عبارة. وحنا خدنا البارح 140. ويني خيزو كل شيء. هو ثاني هذاك خيزو 160. شوف هذيك الاربعة خدنا 120 كل شيء، هذه علاش؟ خيزو 4000 قلاش. 3600. احرش. شحال داير؟ هي مسيدرو فيها 30. شنو؟ مطيشة. مطيشة ما كاينش اللي بغاها. رقم عليك مطيشة بس منك ديك يا شيخ. 160 بحال هكا غيكون شي 160. راه هذا واخدو 160. انا خدنا 160. راه هو واخدو 160. وهذه واخدها بدرهم رقم. اي كاينه كاينه. مرحبا. انا وليت عندك واحد الفيديو ثلاث خطرات. وانا ما وصلتش نديك مليار خطره، ما كرهتش نديك مليار خطره. وشحال الخيرات اليوم؟ انا 7 دراهم اليوم توشونا. كل شيء من مطيشه حتى البطاطا كل شيء على شيء ياك. هاد الخيرات في الاربعاء 93 تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان. لا الخيرات تبارك الله. واللي بغى السلاوي وحده شحال؟ 140. هذاك الشيء على شيء على شيء. لا بغيتها حاجه واحده. ها؟ السلاوي 140. وخيزو 140. عندكم ثمن حنين ها؟ ياه. عندكم ثمن زوين؟ ايوا. لا علاش قلنا لك شي على شي؟ خيزو راه غادي بالفلوس. وانا بغيت ندي خيزو. كتلقى عليه شويه. كيلو 10 دراهم الكيلو 10 دراهم. لا احنا تنتفاهموا غير هنايا. 140 درهم. 140 كل شيء. 140 كل شيء. راس الراس. لا انا بغيت يوريني الا بغى واحد حاجه وحده شحال. اللي بغى خيزو وحده ما يدي حتى حاجه من خت خيزو. ها خرج لي من الروندا كيكو 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 7 دراهم خويا مليح 7 دراهم واللي بغى السلاوي 6 دراهم بلا كاع كلشي من راس راس ما تسلكش اخويا ما تسلكش 6 دراهم كلشي من راس راس انت مشاي مات ولا عطي طاو هذا وي مشاي مات ولا مات انا نقول لك حي مشاي هاد الخيرات كما تشوفوا معنا في الاربعاء هذا اللي تو مات لا بعد هذه 6 دراهم وحده وحده 6 دراهم كلشي كلشي من راس راس 6 دراهم كلشي من راس راس انت هاد الشيء اللي دارت التوما اللي سمعت انا ما اه خويا دابا راه جمله 740 سبحان الله 740 دابا جمله بغيتي مليح 740 دارتها القاضيه اه حريره هاد الله ينحي ودابا بشحال تبيعوا فيها هنا؟ كنبيعوا فيها هذا 160 كنا خايدين شي كوالا كنبيعوا فيها 160 راه 640 هادي تاع البلاد هادي ديال البلاد ماشي اسبانيا لا هادي ديال البلاد راه دابا ديال البلاد وصلت 740 تاع البلاد 740 من 60 ريال 100 من 120 740 دابا تبارك الله تبارك الله دابا باقي تبيع فيها ب 640 640 كنبيعو فيها 160 والثمن خيالي صباح فيها باقي حاصلين عندنا الكوالا راه كنبيعو فيها 160 ولكن ملي غنشريو راه غنبيعو اكثر اقول على الفرق تفوت الفرق 740 راه تبات علينا غير ب 10 دراهم حريره السلام عليكم كي دايره هذه بطاطا دوريجين شتا بكركبه واسي حسن خويا هذا
هذا هو البيرو ديال المويه ياك. وهذا عنده غير خضره تاع تاع هذا عنده العطريه وبشحال تبيع فيها اليوم؟ هذا 160 ومغليها زعما. اها وهادي وهاد تفرشن؟ تا هو 160 يو تغليتي تفرشن مد... هنايا ما عرفتش وني في بلاصه اخرى ب 7 دراهم في البلاصه غادي يكون في بلاصه اخرى كاين ب 7 دراهم مع الخضره راه كاين ديش ديالو سي حسن ايه خاصك تشوف الفرجل الكبير هذا تفرجل مليح فرجل مليح ما مسوقش ما كاينش هذاك اللي طايب باقي ما خرجش هذاك الروميه لا يا مليحه هذه ملح من هذا اين ابو عويده وهذا الشيء بشحال تتبيع في هذا الحار والحامض؟ الحامض 260 كاينه ما عندك شي حامض تاع الفران الطايب؟ لا لا ما باغيش تعلى لهم اه لا ما فهمتيش دابا كاين واحد هذاك ب 400 ب 400 باش كاين هذا اللي كاين الله يسهل وسي حسن وتتكيس علينا شوية مية وعشرين وكيفاش قلتي لك يا ولاد عبد الله؟ ما تمكنش ولاد عبد الله قول تاع هنايا تاع هذاك ابو العوان الله يرحم والديك اسمع عند الراجل اش قال لك قول تاع ابو العوان اه وهذاك العنب شحال؟ العنب موجود 160 180 موجود الخيرات موجودة في الأربعة ولا 90 وهذا بشحال بعتي هذا؟ شنو؟ العنب 10 دراهم صحتك كون صحتك 10 دراهم وهذا التفاح هذا 180 هذاك 150 هذا 180 وهذا 150 وتا هذا الرمان شفتو مخلط عندك هنايا وين أبو الزيتون هذا كنبيعو فيه 100 دريال هذا مخلطين وأبو الزيتون هذا منين هذا الرمان؟ هذا ديال الواد هذا واد واش من هوك ولا من هوك واش من اين واد اين جهه واد حيت كاين شينا بالسوق كاين مولا واد ما عرفنا اين بلاصه انت شاري من السوق تما كاين هذا الطريق مراكش ولا طريق دكاله طريق دكاله بول عوان صاحبي العنب حيت كاين في بول عوان وكاين في اسمو عليه في ما بقاش فيه حنا ولا 30 وساكنين في 30 اللي يقول لك 30 كيكذب عليك ما بقاش فيه شاج رجله اللي كتشرب الناس ما بقاش واخا دي سمح حدا مواد مربيع هذا بعيد مننا 30 كيلومتر 30 كيلومتر ولا ما كان 50 مواد مربيع بالمره كاع بعيد من بو الزيتون اليوم هذيك الشربه ديال الماء اللي كنستافدوا صافي تقول 100 غير عليا ياك خليز من عندنا لا خويا ما نغدر هما اللي كان هذا هما اللي كان هذا من الرمان ايه عرفت 120 كل شيء 120 واللي بغى السلاوي وحده شحال؟ 140 زيد عليه واحد المبارك صافي كي داير بخير الله يحفظك جا 120 كل شيء واللي بغى السلاوي لا حيت خوك انت يقول لي جاهد بشحال تبيع اليوم؟ يعني ب 1000 فران 180 160 هذا اللي كاين العنب موجود اليوم الخضره اللي شاعله الخضره اللي شاعله تا هي دابا الله يدير تاوي والله يطيب العباده امين اخويا امين امين هاد الخيرات كي تشوفوا معنا في الاربعاء ولا 90 الخيرات موجوده وين زاقيه 7 دراهم الخضره تقريبا والعنب 160 موجود